من مدينة مراكش، مدينة النخيل، المدينة الحمراء، نحتفل اليوم بتدشين أول خط وأول رحلة بالإضافة لخط الدار البيضاء. يكون مبدئيا لدينا 3 رحلات أسبوعيا تربط بين جدة ومراكش، بالإضافة لرحلات الدار البيضاء. في المجموع أسبوعيا هيكون عندنا 19 رحلة كوجهات للرحلات المجدولة. ولدينا عمل ب9 محطات على مستوى محطات المغرب لخدمة المعتمرين والحجاج. هيكون إن شاء الله لدينا توسع للرحلات المجدولة إن شاء الله مستقبلا كخطة. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. بكل صراحة احنا سعداء بهذا الخط هذا الجديد، لأنه كيزيد يعزز الخطوط اللي موجودة على مراكش، اللي وصلت اليوم 496 خط في الأسبوع. هذا كيعني باللي كاين واحد الشغل كبير اللي يتعمل، وحنا مازال كنشتغلوا باش يكونوا عندنا خطوط من جميع نواحي العالم باش تكون مباشره على مراكش. وحنا بالنسبه للشرق الاوسط الحمد لله راه كاين الضحه، واليوم تزادت جده، وغدا ربما غادي يكونوا خطوط واحدة اخرين. بالخصوص كنسعوا باش يكون خط مباشر من الهند ومن الصين، وحنا كنشتغلوا على هذا ماشي فقط بالنسبه للسياحه الدينيه، ولكن حتى بالنسبه للسياحه العائليه. احنا عارفين باللي كاين موجود واحد العائلات كثار من السعوديه، عائلات محترمه اللي غادي تجي باش تشوف مراكش. وبالنسبه لنا حتى حنا كاين عدد واحد الناس اللي باغي يديروا السياحه في السعوديه، وراه عندهم مناطق جميله جدا اللي موجوده هناك في السعوديه ان شاء الله. والسياحه الطبيه، على السياحه الطبيه انا نقول لك، لانه يمكن تزدهر في مراكش على سبب وجيه. اولا هو اللغه العربيه، ربما يكون شخص من الدول العربية ويمشي مثلا أمريكا ولا فرنسا تيكون عنده هذا المشكل. وثانية الثمن يكون بأقل بكثير إذا كان في الولايات المتحدة ولا في أوروبا. وإحنا إن شاء الله راه كما أنتم عارفين عندنا ديجا المنتوج ديال السياحة الطبية، عندنا 2 مناتج اللي جاهزين، وراه كاينين واحد أخرين في تطور الإنجاز إن شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.